أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. كشف مدير أمن العاصمة المؤقتة عدن اللواء مطهر الشعيبي عن وجود من وصفهم بالإرهابيين واللصوص في مراكز الشرطة والحزام الأمني بالمدينة داعيا إلى سرعة إزالتهم. كشف اللواء الشعيبي خلال لقائه قادة فصائل الانتقال التي تتحكم بأمن عدن عن وجود عشرة الوظائف الوهمية داخل أقسام الشرطة، مشددا على ضرورة تصحيح هذه الأجهزة وتصفيتها. ويعد هذا أول تصريح للواء الشعيبي الذي تم تعيينه مديرا لأمن عدن بناء على اتفاق الرياض قبل أكثر من عامين. من جهته اتهم قائد أمني في العاصمة المؤقتة عدن نافذين في قوات المجلس الانتقالي والحزام الأمني المدعوم إماراتيا بالوقوف وراء أعمال النهب والفوضى في المدينة، وقال جلال الربيعي إن علم الجنوب أصبح شعارا يشرعن للبعض عمليات النصب والسرقة ونهب ممتلكات المواطنين، في إشارة إلى عمليات البسط على الأراضي. كشف عن وجود عشرات العصابات في الأحياء تتستر عليهم أقسام الشرطة ولا تقوم بمواجهتهم. نتوقف عند هذه التصريحات لنناقشها في محورين: كيف يمكن قراءة هذه الاعترافات، ومن يقف وراء ضم هذه العناصر الإرهابية داخل أقسام الشرطة وفصائل الانتقال، وهل ستشكل هذه التصريحات نقطة لتدارك الوضع الأمني وإنهاء الفلتان والأمن ومحاسبة المتورطين داخل عدن؟ نذهب مشاهدينا لمتابعة هذا التقرير، ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. البعض فهم لصة، بعضه إرهاب، بعضه سار، بعضه بلطجي، بعضه ورحنا خل تعال انت الشرطة. اعتراف متأخر يلخص الواقع الأمني في عدن. مدير أمن العاصمة المؤقتة اللواء مطهر الشعيبي خرج عن صمته كاشفا الستار عن بعض أسباب استمرار الاضطرابات الأمنية والفوضى المستمرة في عدن، والتي حصدت أرواح المئات عبر التفجيرات والاغتيالات فضلا عن حوادث السطو والنهب. لعل الحيرة التي أصابت الكثير حول تداعيات التدهور الأمني وشلال الدم في عدن الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات يفسرها حديث الشعيبي الذي أفصح عن تواجد من أسماهم بالإرهابيين والنصابين والسرق داخل أجهزة الشرطة. هؤلاء يجب أن هؤلاء شعرة سوداء في جلد أبيض يجب أن يزالوا من مراكز الشرطة والحزام الأمني. يجب إزالتهم. تلك خلاصة حديث جريء لأول مرة لمدير الأمن في حضرة قادة فصائل الانتقالي. تلك التصريحات الخطيرة تبين أن تلك الفصائل المسلحة بعدن والتي تدعمها أبو ظبي تؤدي مهاما ليس من بينها تحقيق الأمن الذي غاب عن المدينة في حضرة تلك القوات. هذا العلامات إذا أن احنا نعلقها من أجل الكسب والنار قبل أن نحترمها ونزلها معنا بعد أن نستحقها. الاعترافات لم تتوقف، فقائد قوات ما تسمى الحزام الأمني التابعة للانتقال جلال الربيعي قال في حديث مصور إن ما وصفه بعلم الجنوب أصبح شعاراً يشرعن لبعض حامليه عمليات النصب والسرقة. إقرار ثقيل يحمل في طياته الكثير، إذ أن الفشل الأمني في عدن ونزيف الدم الذي لا يتوقف أصبحت أسبابه أكثر وضوحاً، كيف لا وهي على لسان من أسندت إليهم مهمة الحفاظ على أمن المدينة وممتلكات المواطنين. فمئات الحوادث التي شهدتها عدن ومثلت صدمة قاسية للسكان على امتداد عمليات الاغتيالات والقتل على حواجز التفتيش والسطو على الأراضي أضحت عوامل استمرارها مكشوفة، علاوة عن أن هروب الانتقال من تحمل المسؤولية وذهابه لاختلاق الأعذار حول دواعي التوترات الأمنية لم تعد ذات جدوى، والأهم أن تصحو الحكومة من سباتها لإصلاح الوضع الأمني بالعاصمة المؤقتة بدلاً أن تتركها تدفع ومواطنيها وزائريها أثماناً باهظة أخرى جراء الفوضى والفلتان الذي يعصف بالمدينة.
أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيوفي المحلل السياسي عمر بن هلابي، وأيضا من عدن رئيس تحرير موقع البعد الرابع ماجد الشعيبي، وأيضا رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية عبد الكريم السعدي. أرحب بكم جميعا ضيوفي، وأبدأ معك سيد عمر. إذن كيف يمكن قراءة هذه التصريحات والتي يصفها البعض بأنها خطيرة، وأيضا توقيتها الآن؟ أولا حياكم الله وحيا الضيوف الكرام وجميع المشاهدين للقناة. حقيقة هذه ينطبق عليها أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي أبدا. والأخ الشعيبي يعني اللواء طاهر الشعيبي اليوم وضع ربما بادرة نتمنى أن تلحقها قرارات فعلية على أرض الواقع لتنفيذ ما وعد بها وما تحدث به في تصريحه، بأن خاصة أن هذه التهم يعني أوضحت كثير مما كنا نقول وكنا نحذر منه، ونحذر الشرعية ونحذر أمن عدن بأن هناك اختراقات كبيرة داخل القوى الأمنية المتمركزة في عدن، قوى حقيقة تسعى إلى إغلاق الأمن وإلى تنفيذ أعمال إجرامية وإرهابية. واليوم يعني بدأ أتى تصريح الأخ اللواء طاهر الشعيبي قائد أمن عدن باعتراف صريح بأن هناك يعني عناصر إرهابية داخل هذه القوى، وأن هذه العناصر الإرهابية هي تعمل من داخل نظام جهاز الأمن أمن عدن، وهي مسؤولية كبرى. الآن أعتقد أن عليه أن يبدأ بتصفيتهم وإثبات أنه فعلا جاد في هذا التصريح، وأن هذا جاد في تنفيذ وتنقية أمن عدن لبناء نظام للأمن في عدن كأساس للدولة، الذي وعد وحسب اتفاق الرياض أن تعود الدولة إلى عدن بشكلها الحقيقي الذي يوفر الأمن للمواطنين. ما لم تكن فأعتقد أنها تنقلب عكسيا على هذه الاعترافات. إذن يجب مجارب أن نظر بإيجابية لهذه التصريحات، لكن بالحديث عن مسؤولية من تسبب بإدخال هذه العناصر التي وصفت بأنها إرهابية، وأيضا بأن هناك أسماء وهمية تستلم مرتبات، بينما من هم داخل هذه الأقسام لا يحصلون على هذه المرتبات، من يتحمل مسؤولية هذا الوضع؟ أنا أعتقد يتحمل مسؤوليتها من عدن، يتحمل مسؤوليتها القائمين على هذه القوة الأمنية، وأنا حقيقة أسميها ميليشيات لأن لا ترقى أن تكون قوة أمنية على الإطلاق، هي مجرد مجاميع من الميليشيات أنشأها المجلس الانتقالي بدعم إماراتي، وهي تنفذ أجندة خارج عن أمن عدن وأمن المواطنين. ولذلك نرى أن اليوم بدأت الاعترافات عندما سحب قيادة التحالف إلى الرياض، وأنا أعتقد أن هناك ضغوط كبيرة سعودية على الإمارات وعلى الانتقالي لتنفيذ الشق الأمني والعسكري، وبدأت هذه التصريحات باعتقادي استباغا لهذه الترتيبات التي ستفرض عليهم الآن لتنقية هذه القوى الإرهابية من داخلهم، وترتيب إعادة ترتيب وضع هذه الميليشيات المنفلتة. بدأت قياداتهم تعترف، سواء الأخ جلال الربيعي أو الأخ مطهر الشعيبي الذي بدأ الآن تحلى بشيء من الشجاعه في لربما تصدر هذا الإعلان، ولكن ننتظر خطوات عمليه. نعم، وبالحديث عن الخطوات العمليه ارحب بك سيد ماجد الشعيبي. برايك هذه التصريحات ما الذي سينتج عنها؟ ما هي الخطوات التي سيقوم بها الانتقالي، ام انه سيكتفي فقط بما خرج ضمن هذه التصريحات ولن تكون خطوات قادمه لتصحيح الوضع؟ نعم، اولا تعقيبا على أنا لا سيد ماجد، اذا يبدو بان هناك خلل في الاتصال، وسيعاود الزملاء في الكنترول الاتصال بك، وانتقل اليك سيد عبد الكريم السعدي وبذات السؤال. كيف يعني ما الذي سيترتب على هذه الاعترافات؟ هل سيكون هناك حركة أو سيكون هناك ترتيبات لإزالة هذه العناصر التي وصفت بالإرهابية كما ذكر الشعيبي، وأنه يجب تصفيتها؟ أسعد الله أوقاتكم بالخير ومشاهديكم الكرام وضيوفكم الكرام. التصريحات اللواء الشعيبي خطوة متقدمة وطيبة، ولو أن جاءت متأخرة جدا بعد تعيين الرجل
على خلفية ما يسميه باتفاق الرياض قبل عامين. هذا ما تحدث به اللواء الشعيبي هو ما نتناوله يوميا في أطروحاتنا وفي رسائلنا، بأن الوضع في عدن لا تحكم يعني مؤسسات قانونية رسمية تلتزم بالقوانين وتحترم حقوق الناس. ما تحدث به الأخ الشعيبي معلوم للكل ويلمسه المواطن يوميا في حياته اليومية ويعانيها للأسف الشديد في عدن وفي المناطق الجنوبية. إنما الخطوات التي يجب أن تتبع هذا التصريحات هي يجب أن تكون خطوات عملية تصب في تنقية هذه الأجهزة، وهذا ما أشك فيه أنا شخصيا، لأن أنا لا أرى أن مهمة الشعيبي بعد هذا الصراح ستكون صعبة شوية إذا لم يدعمه التحالف، وإذا لم يقف التحالف خلفه في تنفيذ اتفاق الرياض أو الاتفاق ما سمي بالاتفاق ما سمي باتفاق الرياض في جانبه الأمني والعسكري. هذا هام جدا لوضع أسس لبناء قوى حقيقية تلتزم للأوامر وتنفذ الأوامر وفقا للقوانين وتحترم حقوق الإنسان وتحترم وظيفتها التي وجدت لأجلها. إذا هذا ما يؤكد الحاجة للمضي في اتفاق أو الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض والذي يعارضه الانتقالي. إذا كيف سيكون الوضع في قادم الأيام؟ أعتقد أن الخطوة هذه ما يحصل اليوم على الأرض في عدن والتصريحات اللواء الشعيبي من ضمنها هي يعني تأتي في إطار التحرك السعودي واستدعاء قيادة الانتقالي الذي يعد جزء. أنا لا أعتبر الانتقالي مسؤول عن الميليشيات كلها في عدن، الانتقالي يشكل جزء من هذه الميليشيات. الميليشيات هذه تخضع لطرف أقليمي نحن نعرفه شرعية والأقليم يعرفه دولة الإمارات العربية شكلتها وتتعاطى معها مباشرة، تتعاطى مع قيادتها مباشرة. وأعتقد أنه المهمة صعبة أمام الأخ الشعيبي إذا مثل ما قلت إذا لم تدعمها قائدة التحالف السعودية وتتحرك باتجاه إنهاء ملشمة الحياة في عدن وعطاء مساحة أكبر للحكومة للقيام بمهامها وفقا للاتفاقات اللي تمت بين الأطراف المتصارعة والمتنازعة. نعم سيد ماجد الشعيبي أجدد الترحيب معك، هل تسمعني الآن؟ نعم أسمعك. إذن هي مهمة صعبة ولن يستطيع شعيبي بمفرده تحقيق إنجاز في هذا الملف، وملاحقة ضبط أو محاولة ضبط الوضع إنما يستدعي كما فهمت من ضيوفي دعم من التحالف ومن الشرعية، وهو ما نصت عليه اتفاقية الرياض. هل سيسمح الانتقالي بأن تتم أو بأن يتم تنفيذ الشق الأمني والعسكري من هذا الاتفاق؟ فهي البداية أعلق على المجاجد حقيقة. طبعا أنا لا أدري كيف فهمت الصيحات التي تأتي ضداتي، وهي هذا النقد هي الصحيح وهو شيء إيجابي اعتبرناه أن أجهزة الأمن أصبحت تعي من تحتها سيد ماجد هل تسمعني؟ لأن الصوت لا يعني فيه خلل. إذن يبدو بأننا فقدناه مرة أخرى، وأعود إليك سيد عمر بن هلابي. كان قد تحدث ضيفنا عبد الكريم السعدي بأن هناك لربما خطوات سيتبعها الانتقالي لتصفية هذه الأقسام، أقسام الشرطة وفصائل الانتقال من هؤلاء الإرهابيين، وأيضا تصحيح الوضع. كيف يمكن النظر إلى هذه الترتيبات وكيف يمكن يعني أن يقوم بها الانتقالي؟ أعتقد أن هذا سيندرج مثل ما ذكر الأخ عبد الكريم أنه يندرج ضمن إطار مساعي السعودية لمحاولة إنقاذ اتفاق الرياض الذي أعتبره أنا حقيقة اتفاق فاشل حتى الآن أو كاد أن ينتهي. ولكن اللحظات الأخيرة يعني التي تحاول المملكة في إنقاذ هذا الاتفاق بتنفيذ الشق الأمني والعسكري، والآن قيادة الانتقال أعتقد أنهم بدأوا يدركوا بأن لا مجال لهم بعد هذا التوقيع
قبولهم أن يكونوا جزءا من الشرعية اليمنية والحكومة اليمنية رغم الشعارات العالية التي يرفعوها دون إيمان أو قناعة بما يرفعون، ولكن لوصول لأهداف سياسية معينة. الآن أعتقد أن قيادة التحالف قيادة الأخ عدروس الزبيدي أدركوا بأنهم يجب أن يصفوا البيت من الداخل. هذه الاختراقات وهذه الاعترافات بأن هناك خلايا إرهابية موزعة وهناك طلاطجة داخل هذه الأقسام الشرطة وداخل الأمن، الذي هو حقيقة وإن كان كما ذكر الأخ عبد الكريم أنه ربما لا يندرج كلهم تحت قيادة الأخ عدروس، لأن وذلك بأسباب أن الإمارات الداعمة لهذا المجلس اخترقت كثير من هذه القوى الأمنية الميليشياوية والعصابات في عدن. فأعتقد أنه بدأ يصف، وهناك حتى أخبار بأن نائب الرئيس هاني ببريك وأخبار تقول أنه معتقل، وأخبار أن تتسرب بعض الأخبار بأنه مطلوب على قضايا. نعم سيد عبد الكريم، إذن كما تحدث ضيفنا يعني الانتقال يبدو بأنه يحاول تصفية البيت من الداخل كما فهمت من حديثه، لكن هذه الاتهامات بالفساد تطال حتى القيادة، قيادة المجلس الانتقالي. طبعا مؤكد ما يحدث على الساحة في الشارع ما هو إلا صدى لسلوكيات القيادة التي تتحكم بمصير عدن اليوم، وهذه الظواهر وهذه السلبيات التي تسيطر على الساحة هي ليست في أقسام الشرطة فقط، هي في كل مؤسسات أو بقايا مؤسسات الدولة، حيثما يولي المواطن وجهه في الكهرباء والماء والمحافظ مكتب المحافظ وغيرها من الدوائر، ستجد هذا الفاسدين، وستجد هؤلاء الإرهابيين وهؤلاء البلاطقة وهؤلاء الغرباء على الوظيفة والغرباء على عدن بشكل عام. نعم. هؤلاء لا هدف لهم سوى البسط وسوى الإرهاب وسوى تنفيذ سياسة القمع والإرهاب ضد أبناء عدن لإرغامهم على القبول وأن يصبحوا حاضنة لمكون الانتقالي الذي تصر الإمارات أنه يمثل مصالحها في الجنوب وتراهن عليه لتحقيق أطماعها في هذا الجنوب وفي اليمن بشكل عام إلى جانب طارق صالح وغيرها من القوى التي تتبناها. المطلوب اليوم ليس اعترافات بأشياء هي ملموسة للمواطن، ولكن المطلوب معالجات، وعلى التحالف أن يتحرك بمهمة التي أتى من أجلها إلى اليمن، ولا ينشغل بمشاريعه الخاصة بأنابيبه أو باستيلاء على الجزر في قطرة ومنيون وغيرها. عليهم أن يخرجوا من هذا، لأن أبناء اليمن لن يسمحوا به. اليوم قد يصبر اليمنيون، لكن غدا تطالب الأجيال بعودة هذه الأراضي إذا ما فرطت فيها الشرعية اليوم، والتي تعاني هي أيضا من خمول ومن فساد ينخر مؤسساتها وكل دوائرها للأسف الشديد. نعم، إذن مع هذه التصريحات هل سنشهد، ويعني بالنظر إلى ما ذكرته أنت في حديثك بأن الانتقالية الإمارات التي تعبث بالبلاد، هل سنشهد تحرك من قبل الشرعية لمحاولة تنفيذ هذا الاتفاق، استكمال تنفيذه؟ هل ستسهم في تصحيح الأوضاع في العاصمة المؤقتة؟ نحن ندعو الله أن الشرعية تفوق من شباتها وتصحى وتعلم أنها تمثل دولة، وأن خطابها يتعدد على أنها تمثل دولة. فأما تمثل الدولة أو تنحاز وتستعد وتسترق اليمنيين يدافعون عن حقهم بأيديهم وبقبائلهم وما تبقى من جيشهم الوطني، الشرعية لابد أن تتحدث، لابد أن تتكلم، لابد أن تتبنى خطاب دولة، لا تتبنى خطاب ميليشيا. هي ليست مثل الحوثي ولا في مقام الحوثي، وليست في مقام الانتقالي، وليست في مقام طارق صالح. كل هذه ميليشيات اقليميه ومعروفه، هي دوله تقول انها تمثل اليمن، بالتالي عليها ان تتبنى خطاب الدوله، عليها لا تفتح مجال لتفريق المزيد من الميليشيات. ما لم سنشهد الكثير من التصريحات الشبيهه بتصريحات الاخ اللواء مطهر الشعيبي. نحن بحاجه الى معالجه السبب الرئيسي وليس لمعالجه النتائج. ما تحدث به الاخ الشعيب اليوم هي نتائج ملموسه مثل ما قلنا لكل المواطنين. السبب الرئيسي اليوم هو صراع ما بين الشرعيه وما بين هذه الميليشيات. نعم. في التواجد فعلا، والصراع هذا لن يسمح مهما بلغت امكانيات الشعيبي، لن يسمح له بتثبيت ما يريد او ما يتحدث عنه الا متى ما
اتحدت كل القوى في إطار مؤسسات دولة وفي إطار حكومة وفي إطار يعني توجهات واحدة وقانون واحد يلزمها ويحاسبها في حالة ما أخطأت وما تجاوزت حدودها كقوى. وجدت لحماية الناس وليس لابتزاز الناس ولا لانتهاك حرمات بيوتهم ولا لسرقة واختطاف حقوقهم. أشكرك جزيل الشكر عبد الكريم الساعدي رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية. وأعود إليك سيد عمر بن هلب. إذن هي نتائج هذه الاعترافات هي نتائج ومحاولة هروب عن الحقيقة أو هروب من هذه الحقيقة. لماذا إذن لا يعترف الانتقالي ويتحمل مسؤولية هذا الوضع وعليه لربما قد تتخذ الشرعية خطوات؟ سيد عمر إذن يبدو بأن السيد عمر لم يعد معنا وهنا أشكره جزيل الشكر المحلل السياسي عمر بن هلابي كما أشكر ضيفي رئيس التجمع القوى المدنية الجنوبية عبد الكريم السعدي وأيضا أشكر رئيس تحرير موقع البعد الرابع ماجد الشعيبي كان معنا من عدن. أشكركم جزيل الشكر مشاهدينا على حسن المتابعة. تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل راضي صبيح كما هي لكم من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.